10 worst tips for females plus 18 for job interviews. فيديو بناتي بناتي على الاخر plus 18 جاسر مصطفى ونو مور. خلينا نبلش. اول نقطه من النقاط اللي لازم تعمليها عشان تخسري الشغل اللي انت رايحه تقابلي عليه، كل ما يجي الشخص اللي بقابلك قاطعيه، لا تعطيه مجال يحكي بالمره، عادي طلع طبيعتك الانثويه العربيه الاصيله، يعني خليكي على طبيعتك بالضبط وقاطعيه على الاخر، لانه انت ام العريه والملكه اللي حكينا عنها في الفيديو الماضي، وهو ما في داعي يكمل كلامه، وانت نبيها عارفه عن ايش بده يسال، قاطعيه. النقطه الثانيه كثير حلوه وكثير مهمه وكثير حتفيدك في انك انت تكركب الدنيا في مقابله العمل، متزوجه واذا انت ام وعندك ولد او بنت او اولاد او بنات وفي عمر صغير، خديهم معك على الانترفيو. احنا كثير بنحب الاطفال وقلبنا كثير بحن احباب الرحمن، واحكي لك كمان احلى شيء اذا بيطلعوا يعني دمهم ثقيل وزمخين لامهم 100%. والنقطه الثالثه من هذا الفيديو اللي راح تدمر لك بنسبه كبيره الشغل اللي انت رايحه عليه اذا خلصت المقابله التقنيه، ما تسكر الديل، يعني ما تتفقي معهم على شيء، لانه انت مش فاضي، يعني بدك تروحي وبدك تطبخي وبدك تزبطي البيت وبدك تقعدي وتتمكجي وتزبطي اظافرك وتطلعي مع صاحباتك، روحي اعملي كل هذا الحكي دون تكلوز ذا ديل، ماشي؟ عشان يروح عليك الشغل تماما، ما هو فيش غيرك مقابله وما حدا بكل المهارات الموجوده عندك، لا 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 انت الوحيده. نصيحه، خلصت المقابله تراي تكلوز ذا ديل وتراي تو جيت ذا ديتيلز عن الجوب اوفر واتفقي معهم وخلص الديل وانت قاعده بنفس المقابله اذا بتقدري، الا اذا في مقابله ثانيه لانها. والنقطه الرابعه من الكيلرز لا اي فيدباك او ايفالويشن بنصحك تعمليها عشان تدمري فرصتك في العمل، روحي تعبانه هيك باينه تعبانه ومرتخيه ومش شاده حالك ومش كتير قادره تقعدي لانه حضرتك كتير تعبانه، لانه احنا بنحب كتير البنت الرقيقه والحساسه، يعني مش خرجتك حرام. ديري بالك تعملي هاي الشغلة، لازم تروحي بكامل طاقتك وبكامل معلوماتك to pay attention ل every single detail موجودة في الانترفيو. والنقطة رقم 5 عشان تخرب على الآخر، روحي وانت عاملة حالك مش مجهزة حالك وتفاجأتي في الانترفيو انه انا والله كنت في الشغل فأجتني الانترفيو فطلعت في بريك الشغل، او كنت في البيت وعم بجهز في مش عارف ايش، خليني احمل حالي اروح اسوي هالجاب انترفيو وارجع على البيت بسرعه. ديري بالك لازم تبيني جاهزه تماما، وانك يو هاف ديديكيتد وقت معين بس للانترفيو بشكل خاص ومحدد، عشان ما ناخذ اي امبريشن سيء خلال مقابله العمل، سبيشلي انك تبيني انك مش جاهزه، ديري بالك. والنقطه رقم 6 من النقاط اللي كثير مهمة عشان يبين انه انت يعني ايزي جوينج في الجوب انترفيو وانه عادي راح نقدر نتفق معك على اي شيء، او انه هامك او مش هامك، لا تسالي ولا اي سؤال، لا قبل مقابلة العمل ولا خلال مقابلة العمل ولا بعد مقابلة العمل، عشان انت بني ادمة محترمة وبروفيشنال ومربية، الموضوع ما له علاقة بكل هدول، اذا انت شخص بروفيشنال وانت ذا جاي او ذا جيرل هو ويل بي سيلكتد لهذا الجوب فيكنسي، انت لازم تسالي كل اسئلتك، لازم تعرفي كل الجوانب المحيطه بالعمل اللي راح تشتغلي فيه، وهيك ببين انت كثير مهتمه اكثر وهيك انت بروفيشنال اكثر، وممكن انت يس تبين انك انت اللي عارفه تفاصيل هذا البوزيشن او البوزيشن اللي انت رايحه عليه. سو اسالي كل اسئلتك، خذي راحتك. رقم 7 من النقاط اللي كثير مهمه اللي كثير ناس توقع فيها من البنات اللي مثلك اللي بدوروا على شغل معين بتخصص معين، انا البلدوزر، انا الشخص اللي بقدر اسوي كل شيء، انا سفاحه الاندر اتش. لا، هذا مش شيء منيح، حتاكلي هوا اذا توظفتي بهذه الطريقه. حاولي 100% تحددي اكزاكت ريسبونسابيلتيز للجوب وللرول اللي حضرتك رايحه تقابلي فيه، حتى لو الجوب ريسبونسابيلتيز كثيره وعاليه ومليانه، يمكن الجوب اصلا الرول اللي انت عم بتقدمي عليه فيه كثير ريسبونسابيلتيز، ما عندنا مشكله، بس حدد بالضبط شو الجوب ريسبونسابيلتيز اللي انت بدك اياني اشتغل معك فيهم، اسلم لك واسلم لهم، نصيحه. والنقطه رقم 8 عشان ندمر الدنيا برضو على الاخر، حاولي انك تسالي اسئله غريبه هيك كثير، وحاولي انها تكون اسئله شخصيه هيك، انا ما راح اوصيكي يعني هي لعبتك الصغيره يعني تدللي. اسألي كل الأسئلة الغريبة اللي ممكن تسأليها والشخصية اللي ممكن تسأليها في الجوب انترفيو اللي ما لها علاقة أصلاً
الجوب رول والريسبونسبيلتيز اللي عطوفتك رايحه عليها وديفينيتلي بنسبه 80% راح تخسري الوظيفه. وين تركت 20%؟ تركتهم لبابا تبع الفيديو الماضي لانه ممكن حضرته يتدخل ويحل لك الموضوع كله. فديري بالك، ابعد عن هاي الشغله، كتير ضروري. والنقطه رقم 9، عطوفتك اكبر بكتير طبعا من انك انت تبعتي ايميل فولو اب تساليهم شو صار وانا بدي اشتغل ومتوقع منكم رد يعني قريب على موضوع الجوب انترفيو. انت اكبر من هيك، وانت الملكه وهم المقهورين. ديري بالك تعملي فولو اب اكبر مش اكبر من النقاط اللي ممكن تضيع عليكي الجوب فيكنسي اللي عطوفتك قدمتي عليها، واسيومينج انك رحتي قابلتي وتغلبتي في الموضوع. فاعملي فولو اب اذا طولوا عليكي في الردود سواء بالقبول او بالرفض، الموضوعين ما بزعلوا. نقطه رقم 10، بما اني حكيت لك اعملي فولو اب، انا عارفك امراه عربيه اصيله يعني ونفس الدم يجري في عروقك، فراح تعملي فولو اب اجريسيفلي لانه حتبيني حضرتك بروفيشنال. سلام.